على فكره انا شايف برضو ان حضراتكم اقول لك عليهم محتاجين برضو تزودوا شويه من مساله طرق الابواب. فكره ان انت ممكن تحاول تفتح مجالات مع سواء انديه سواء الوزاره زي ما كانت نهاوند بتقول لحضرتك من شويه، يعني الخطوه دي تنقصكم ولا انتوا شغالين عليها على الهادي؟ والله احنا شغالين لكن زي ما بتقول بصوره خجوله. يعني انت بتبقى خجلان لما بتيجي بتطرق باب حد وما بيلبكش، مفيش تلبيه. برضه ما تنساش حضرتك يا كابتن ايمن ان احنا بنتكلم برضه يمكن التوقيت ده مش هو الامثل، يعني انا اعتقد لو حضرتك كنت فتحت الاكاديميه دي في ازمنه سابقه، يعني سنتين ثلاثه بس مش هقول لك اكتر قبل مرحله كورونا، اعتقد كنت هتلاقي صدى اكبر. يعني احنا دلوقتي بنطرق ابواب طبعا المسؤولين في مصر وبنترجى منهم يأملونا ملاعب عشان السوريين يمارسوا هواياتهم ويستمتعوا بكرة القدم في مصر هنا. وبرضو أنا بطرق أبواب الجالية السورية طبعا، الناس الكبار أصحاب التجار يعني ممكن برضو يبقى لهم دور داعم، يعني بوجه لهم كلمة أنه يساعدونا يوقفوا معنا عشان نقدر نوقف ونشكل منتخب الجالية ويستمر في التدريب بكافة الفئات مش بس فريق أول، حتى الناشئين حتى القطاع الناشئين الصغير حتى البراعم. انا ان شاء الله انا عامل منتخب يعني جالي ان شاء الله من البراعم حتى الفريق الاول، بس ده زي ما قلت استاذ كريم عايز دعم، عايز مين يوقف معاه. طيب ما عشان نعمل ده برضه كابتن ايمن خلينا نوصل للرساله لاي شخص ممكن ان هو يكون انترستد او ان هو يعني يبقى ممكن ان هو يساعد، ايه الفايده ورا هذا الدوري مثلا وانشاء هذا الدوري او دعمه؟ فبرضه خلي الناس تفهم لان ممكن الناس تقول لك هو احنا في ايه ولا في ايه ولا لا، بالعكس الموضوع كويس جدا، الموضوع مفيد جدا وشيء ما اعتقدش ان هو مكمل، ده شيء كويس ان يبقى فيه ممارسه على الارض حقيقيه ودوري ويعني وبعدين عدد السوريين عندنا مش قليل، فبالعكس دي مشاركه حلوه جدا في المجتمع. فنسمع من حضرتك اكتر فوائد ده علشان حد ممكن يقول انا فعلا عايز اساعد. الفايده فعلا هي اول حاجه فايده لشبابنا ممارسهم كرة قدم وتعلمهم كرة قدم وتطورهم وبالذات بعد الضغوطات وبعد الظروف اللي كله مر بيها طبعا مفيدة جدا. طبعا طبعا اكيد، بس احنا يعني بنتمنى انه حد يقف جنبنا عشان نطور من السوريين، نطور من ادائهم، نطور من معنوياتهم، نرفع معنوياتهم عشان انت عارف ظروف البلد. فلما بيجي هنا اللاعب بيلعب بيمارس كرة قدم هوايته بيحاول ينسى شوية من الموضوع. ايوه هو ده بقى طبعا. فنحن بنتمنى من الناس اصحاب النعم زي ما بيقولوا واصحاب الخير ايوه انه يوقفوا معانا ان كان مصريين او كان سوريين طبعا. وكان على فكره الطرفين وده مش تفضل، ده واجب سواء على السوري المقتدر اللي مقيم في مصر او المصري المقتدر، الاثنين لازم يقوموا بالنوع ده من الادوار المهمه لان احنا بنتكلم على شعب واحد في نهايه المطاف وكمان يعني اخواتنا وحبايبنا السوريين اللي موجودين، يعني واجب علينا ان احنا ندعمهم بكل اشكال الدعم لمليون اعتبار، يعني لاعتبارات كتير قوي الحقيقه. فاتمنى ان الكلام ده يلاقي رد فعل ويلاقي صدى طبعاً طيب. طبعا احنا استاذ كريم الرياضه دي حياه طبعا والرياضه متعه، احنا لما بنشوف اولادنا بيلعبوا كره قدم بيمارسوا هوايه زي هوايه من زمان احنا بنستمتع اكيد، مش بس احنا مدربين، المدربين عايزين برضه نستمتع معاهم هم يمتعونا برضه بكره القدم. ايوه طبعا حتى يعني ما فيش عائله سوريه او عائله مصريه الا ما عندهمش لعيب كره او لعيب في اي لعبه او بيحبوا مجرد بيحب يتفرج وبيشجع وبتلاقي فنتمنى من الجميع الوقوف الى جانب المساعده ان شاء الله يحسن باذن الله. كره القدم طبعا هي شغل للناس وكره القدم هي اللعبه الاولى الشعبيه في العالم صحيح. احنا كجالية سورية نفتقد الدعم المادي او الدعم المعنوي للفرق السورية رياضيا يعني رياضيا احنا الدوري عملناه بمجهود شخصي، وانا جيت قبل مرة عندك وكلمتك وقلت لك انا هعمل دوري وكل المفروض اعمله من زمان ان شاء الله.